يا راجل راهو قريب يخلص يدنا رمضان، ما راك ناسي والو؟ الزكاة وخرجتها، دوزان الحلوى وشريتهم، الدراري وقسيتهم، وش خاص تاني؟ بوه وحق الملح نسيتو، ياك شهر كاع وانا واقفة على رجليا في الكوزينة، هادو طواجن، هادا كسكس لصحون، هادا مطلوع، هاد شربات فريش، من الجنينة للكوزينة، ما نستاهلش تجازيني بحويجة تفرح قلبي، على انا كنت راقد، ياك حتى ننضل برا في الشمس والعطش، باش نجيب لكم حبيبات بطاطا، وقلب اللوز للفطار، وشافيقة جارتي، على راجلها جابلها قفطان حر من قسنطينة مطرز بالذهب ومحزمة لويز، ياك انا شابة عليها، وشاطرة عليها حتى هي الشربة كانت حطها له ما وزغاري تقول شي كوكوماني، وانا لي كل صبع بصنع ما سويت والو. ايه هذا اللي كان يقول لك ازهر القبايح في السماء يتلاوح وازهر الملاوح في الارض طايح، وانتم حبيباتي جابوا لكم رجالتكم حق الملح ولا زهركم طايح كي حالتي. اهلين حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير في هذا اليوم المبارك، اليوم نيت العيد كما راكم تشوفوا، راني نوجد في الطابله تاع العيد، طابله تاع القهوه والتاي والجو. نظن كما اي امراه جزائريه نوجدوا كامل بليله قبل باش غدوه من داك صباح النضو تكون نقصوا علينا شويه الخدمه، باش عندنا بزاف حوايج من بعدنا، روحنا عندنا الغداء عندنا هكا. المهم انا لهنا وجدت الطابله، حطيت القهوه كل فنجل تاع القهوه تاع التاي تاع الجي باش اونكا الضيف يجي يكون ما يحبش يشرب القهوه يلقى التاي، ما يحبش التاي يلقى الماء ولا جوي. المهم نخليو الضيف تاعنا يكون مرتاح. لهنا انا وجدت كما راكم تشوفوا، حطيت لا ديكو تاعي، درت حاجه سامبل، حطيت لي جاتو اللي طيبتهم، تحبوا نشارك معكم وصفات تاعهم قولوا لي. حطيت دي سابلي، تشارك لاريان، بقلاوة، تزيريات، لي جاتو تونيزيان، لي سابلي بريستيج. المهم نوات من كلش، حطيت لي فروي لهنا، حطيت تاع القهوه والتاي والماء وكل الحليب، ما طيبتهمش دوكا، حتى الصباح باش يكونوا لي باش نطيبهم ونوجدهم. ولا هنا كانت الطابله تاعي، مدوا دي رايكم فيها. المهم قبل ما نكملوا الطابله تاعنا وتشوفوا الطابله تاع الغداء، حبيت نعيد عليكم في نص الفيديو باش ما نختموهاش مع الاخر، حبيت نقول لكم صحه عيدكم غالياتي، عيدكم مبارك، اللهم ادخل الفرح والسرور على احبتي واهلي واجعله عيدا سعيدا عليكم جميعا، قولوا امين. ان شاء الله تعقبوا ايامات العيد بالصحه ولهنا يا رب، وختم الله صيامكم بالقبول وادخلكم الجنه مع الرسول، وجعل عيدكم سعاده لا تزول، كل عام وانتم بخير حبيباتي. المهم نرجع دوكا للطابله تاع الغداء، كانت عند مابل سوغ، الله يخليها ويحميها يا رب. انا كان علي يعني نوجد لها طابل وهما كان عليهم الماكله. المهم كيما اي عائله جزائريه نحطوا بلا برينسيبال واحد، هو حاجه تقليديه تاعنا، سواء كسكسي ولا شخشوخه ولا تريده ولا لي كانت ولا الرشته. المهم لهنا احنا درنا تليتلي مع لي سالاد طوماط مونتزا، سالاد بابلوموس لي زورانج، مع شويه خبز مع لي فروي، وكان الغداء تاعنا واجد. شاهيتكم في الجنة حبيباتي، ولهنا وصلنا لآخر الفيديو، حبيت نطلع عليكم فيديو قصير خفيف نشارك فيه معكم أجواء العيد تاعنا لهنا، ومع لي غنقولكم تهلاو في روحكم، نشوفكم في الفيديوهات الجاية إن شاء الله. على بروشان فيديو، سلام.